روبوتكس تول بوكس كيف بستعملها، في هون فانكشنز معينه هو بانيها، هو كاتب هاي الفانكشنز. احنا نزلناه من وين؟ نزلناه من الموقع تبعه. في حاجة هاي نصورها؟ ما أظن في حاجة نصورها. في؟ خليني أصورها وأشوف، بعدين نشوف إذا كانها مناسبة ولا لا. طيب مين بيتر كورك؟ هو الأوثر تبع الروبوتكس تول بوكس. آه والله أنا من اللي بطلع عليه كل ما عمالي بطلع بشوف إنه يعني يعني شخص مهم، شخص مهم في على الأقل في تعليم الروبوتكس، ما بعرفش إيش له لهذا. بس على الاقل هي استراليا ورك فيجوال، بس هو اشتغل بشكل رئيسي دمج الفيجن في ذلك كتابه اسمه روبوتكس فيجن اند كنترول. هلا اظن هو هي اند ذا مات لاب تول بوكسز فور روبوتكس اند ماشين فيجن. طيب اذا والكتاب اللي عندنا اللي هو روبوتكس فيجن اند كنترول هو الكتاب اذا كنتم نزلته، مش هذا الكتاب. هلا احنا لازم نمشي على كتاب اساسي لحتى يعطينا الاساسيات، هذا اتس ايديا حتى يعطينا الاساسيات بالروتيشن والترانسفورميشن والاشياء هاي. بس صحيح بالنسبه للروبوتكس تول بوكس اللي استعملناها راح تعطينا اشياء كثيره. هلا خلينا نشوف. هلا هو في له موقع باسمه بيتر كورك، كورك باخرها اي. ايش يعني كورك؟ فلين. هلا اذا بنروح هون على التول بوكسز، وأظن هلا احنا الماشين فيجن ما بتهمنا بالوقت الحاضر، بنروح على الروبوتكس تول بوكس، ولما بتيجي من هون بدك تعمل داونلود، بتعمل داونلود للكود اللي للروبوتكس تول بوكس اللي موجوده هون. بعدين هون في بعض انستركشنز عشان انك كيف تضيف الباث، بدك تضيف اد باث. خلينا نشوف من وين الداونلود بيصير. فوق وين مرينا عنه. داونلودينج هون، هذه هون أول نقطة. ليش هير مش شايفها؟ أول نقطة. أيوة هير، أيوة أوكي، هيا شايفينها. تعملوا داونلود، تعمل أنزب، وبعدين بتحطها. هلا أنا وجدت أسهل شيء، حطيتها تحت السي، تحت السي درايف سي سلاش RVC tools 910 عشان الفيرجن الجديدة. هي بتكون تنزل على شكل RVC tools 910، بتحطها في هذا الباث، وبعدين بتعمل add path. فبستعملها download، هذا ما بدنا اياه، بدنا هذا مش هيك. اوكي بدنا هذا. فهلا من هون بتعمل، بدك تعمل add path، هذا بتعطي path جديد للماتلاب حتى يروح يفتش فيه على الفايلات. هلا انا يمكن اوريدي عامله، فبنعمل add path. انا عندي محطوط في RVC tools 910، هيك بينزل اسم التول بوكس. هيعملوا ادنج للباث، وبعدين في الدايركتري هاي في ستارت اب، في فايل ستارت اب فايل بعمل سيتنج اب واشياء. ستارت اب RVC اظن اسمه، لا شو كان اسمه؟ اوكي هاي شويه انتليجنس، هون في ارتفيشال انتليجنس. طيب اوكي اذا هي هذه هيعمل ال، هلا جاهز انه كل الفانكشنز الجديده اللي هو كاتبها او ضايفها متوفره لنا انه احنا نستعملها. هلا انا عجبني اكثر شيء الروتيشن اللي بصير روتيشن، في بعض فانكشنز معينه هون بتبين عندي الروتيشن. انا اظن كتبت لها فايل، خليني بس افتح الفايل اشوف وينه، او اظن انه موجود اوريدي هون مفتوح. ماتلاب اوكي هيو انا كاتب سكريبت فايل، كلهم غيروا اسم السكريبت صار اسمه شيء ثاني، بطل سكريبت فايل. ايش اسمه؟ لا في له اسم ثاني. هلا عند هذا هون هي حطيت انا ثيتا، عرفت ثيتا ايكوالز هاي الروتيشن انجل اللي بدي اعملها حوالين الزد اكسس. وبعدين هو اظن هذا الكود هو عامله روتيت اكس، في روتيت اكس روتيت واي روتيت زد، روتيت حوالين اكس، راح نعمل روتيت حوالين اكس عفوا. وهذه البلوت
وجريد انا مش ضايف الجريد، خلينا نضيف الجريد من هون. والجريد بس عشان يرسم لي الخطوط، وهاي فخم جدا هذا الانستركشن اللي هو انيميت ترانسفورم انيميت ترانيميت ترانيميت بيعمل انيميشن. هلا بتشوفوا كيف هذا. خلينا نبدا بزاويه 30 درجه ورح نعمل روتيشن حوالين الاكس اكسس. اذا بنعمل رن اوكي كل شاف ايش صار. هلا وين الاكسس اللي عندنا؟ هاي الاكس، والاكس البوزيتيف وين؟ وين الواي؟ الواي البوزيتيف هون. وين لازم يكون الزد؟ من البوزيتيف اكس للبوزيتيف واي اعطيني زد، فهذا البوزيتيف زد صحيح. اذا هذا رايت هاند سيستم. ها وعندي هاي اتجاه الاكس، شو عملنا؟ زي ما كنا نعمل بالاقلام هون نفس الشيء، هذا الاكس اللي هون الازرق، وكانوا الواي والزد هيك، لفينا 30 درجة مشينا بهاي ال 30 درجة من هون، صار عندي في فريم اوف ريفرنس، هذا في فريم اوف ريفرنس، هذا كأنه بي والأصلي اللي كان موجود كان إيه. هلا ممكن نعمل روتيشن حوالين اكسس ثاني، خلينا نجرب نعمل روتيشن حوالين واي ونعمل نفس الشيء. وين عمال بعمل روتيشن؟ حوالين الواي. اوكي؟ نفس هلا هاي ممكن اطلع لها الروتيشن ماتريكس، ما راح تكون نفس هذيك، راح يكون فيها كوساين وساين وزيرو وواحد، بس اماكنهم راح تكون مختلفة، ها؟ فكروا فيها هاي، فكروا فيها كيف ممكن نعملها. اوكي؟ بدنا نعمل نفس الشيء لكن بين مين ومين؟ بين زد. هلا هون عم نعمل روتيشن حوالين الواي، فصار عندي ترانسفورميشن من زد واكس. ها؟ راح تشبهها إلى حد كبير بس اماكنهم مختلفة. وأنا بس مش عارف ليش ما كان يفرجيني بالأصل الموقع الأصلي تبعهم، خلينا نجرب الأخيرة هاي وبعدين راح أجرب شيء مختلف. ونشوف الزد نفس الشيء، وخلينا نزيد الزاويه هلا ل 90. لما بعمل 90 راح يتحرك واحد من الاكسس محل الثاني، يعني هلا لما نعمل 90 درجه حوالين الزد، هاي الاكس والواي هاي زي اللي كنا نعملها قبل شوي. شوفوا الاكس وين راح محل مين؟ صار الواي، والواي صار نيجاتيف اكس، الواي صار هو النيجاتيف اكس اللي كان موجود هون، والاكس صار هو نفسه الواي، فعملنا روتيشن 90 درجه. خلينا نشوف في عندي شوية انستركشنز ثانية أصلا كانت متوفرة. هلا إذا بتروحوا على كل تشابتر من التشابترز الموجودة في الكتاب، راح تروح بتلاقوا ماتلاب اكسرسايزز لكل تشابتر مطبوعة هون مكتوبة الانستركشنز. إذا عملتوا هون مثلا راح تلاقي اول كود اكزامبلز، اللي بدي افرجيكم اياه كان حالة خاصة. هاي شبيهة تقريبا بالاشياء اللي كنا نعملها قبل شوي، وهي الروتيتس من هون لهي، بامكانكم تعملوا تطبقوا بعض الاشياء، هي الاويلر انجلز كمان هون محطوطة، وفي كمان لها انستركشن.